في كتاب رواد علم الطب واللي كتبه علي الدفاع اتكلم عن فرع من فروع الطب واللي يخص عضو يبان انه صغير لكن الحقيقه هو مليان تفاصيل. طب العيون زمان كان اسمه علم الكحاله، والحقيقه انه الكحال ده وقتها كان هو الشخص اللي عنده اكبر قدر ممكن من المعلومات عن العيون، واللي عنده مهاره شفاء المرضى اللي عندهم مشاكل في العيون سواء بالادويه او بالجراحه. الكحال كمان كان وقتها المفروض يكون عنده قدر من المعرفه عن كيفيه تشريح العين. معلومات كتيره جدا وجمل كتير بنسمعها حوالين العين وامراض العين ما بنكونش عارفين مدى صحتها من عدمه، زي مثلا لما نيجي نسمع انه الحمل ممكن يزود من حده قصر النظر، وانه الحول ما بيتعالجش، وانه الاطفال الصغيرين خاصه في السنه الاولى مش ضروري خالص انهم يروحوا لدكتور العيون لانه الموضوع بالنسبه لهم مش مفيد، او انه مثلا ضغط الدم مرتبط بضغط العين، وما بنكونش عارفين المعلومات اللي بنسمعها دي صح ولا غلط. امراض كتير تخص العيون ليها اعراض بتظهر من البدايه وبيبقى سهل جدا اننا نكتشفها، لكن الحقيقه انه الاصعب الامراض اللي ملهاش اعراض ظاهره من البدايه، وده بيبقى الموضوع فيه اصعب واطول خاصه لو احنا تعاملنا مع المرض بشكل خاطئ. وده اللي بنعمله هنا في حكاوي طبيه، اننا بنشاور على الغلط علشان نعرف نصححه من خلال ضيوفنا. بنعرض الغلط من خلال شخصيه بتكون موجوده معانا في دراما كل حلقه، هي شخصيه الست نصح، واللي بتعكس معلومات غلط واخطاء شائعه موجوده حوالينا ووسطينا في كل مكان.